رأيي يا أحمد إن إحنا خسرنا ماتش ما خسرناش بطولة. الأهلي متصدر الدوري بفرق 14 نقطة عن صاحب المركز الثاني. الأهلي لسه في الملعب، إحنا شبه حاسمين بطولة الدوري بإذن الله، بس إحنا عندنا حاجة أهم، عندنا بطولة أفريقيا. أنا ما ينفعش أفضل بص على الماتش إمبارح وانسى ان انا عندي حلم الجماهير الاهم وهو حلم افريقيا. لازم طبعا ابص على ماتش امبارح من ناحيه معينه، وهي اني اتعلم الاخطاء اللي حصلت. الحمد لله ان الماتش ده حصل في الوقت ده في الدوري علشان فايلر واللعيبه يتعلموا من الاخطاء دي، وباذن الله ما نشوفهاش ابدا في بطوله افريقيا. لكن ما ينفعش انسى فعلا ان انا عيني دلوقتي على افريقيا وان الاهلي عامل موسم كويس. احنا دلوقتي خلاص متصدرين الدوري بفرق كبير زي ما قلنا، وداخلين على بطولة مهمة جدا. ما بنحبش نتكلم في الغيابات، بس ده الواقع، الغيابات أثرت. لما بتكلم انه في إصابة لمحمود متولي، انه في إيقاف كهربا، انه في عدم وجود حسين الشحات، كل ده أكيد أثر على أداء الفريق، ده أكيد، ده واقع ما ينفعش أنكره. بس وبرغم ده الأهلي كان متفوق في الاستحواذ في مباراة امبارح بين الأهلي والزمالك القمة 120، لكن كان في سوء حظ انه هجمات فريق النادي الاهلي تترجم لاهداف. ومع ذلك زي ما قلنا الاهلي كان مستحوذ، كان في كام كوره لبادجي لو كانوا جم جون الدنيا كانت هتتغير، بادجي ظهر بشكل كويس، لكن خلاص سوء توفيق واللي حصل في المباراه حصل، انساه بحلو وبوحشه انساه. عايزه اقول كمان كان في علامات استفهام كتير قوي يا احمد على التحكيم بالنسبة لضربة الجزاء الواضحة الصريحة لوليد سليمان اللي ما اتحسبتش واللي أكيد كانت هتفرق في نتيجة الماتش، أو أنه كان في لاعب في الفريق الخصم كان لازم يطرد في لقطة معينة في تدخل معين، معرفش الحقيقة إزاي الحكم مرجعش للفار في حاجة زي دي. ومع ذلك لو هاجي أبص على حاجة إيجابية بالنسبة لي أنا رأيي الشخصي، بادجي كان ظهر بشكل كويس، أتمنى وممكن يفاجئنا بإذن الله في بطولة أفريقيا. في لعيبة لازم نقولها بصراحة، في لعيبة لازم تقعد مع نفسها وتشوف هي مقصرة في إيه علشان الأداء اللي ظهروا بيه في ماتش امبارح زعل جمهور النادي الأهلي، ومش هيسمحوا إن هم يشوفوا الأداء ده تاني. بس اللي احنا عايزين نأكد عليه إنه مفيش حد هيقدر يرجعنا لورا، مفيش حد هيقدر يوقعنا، مفيش حد مش هيخلينا نبص على اللي جاي وعلى الحلم الأكبر وحلم أفريقيا. لا جمهور ولا نادي ولا لعيبة ولا جهاز فني ولا إدارة هيسمحوا إن الأهلي يرجع لورا أو إنه حد يقدر يوقعه أبدا. الأهلي كبير، الأهلي كيان كبير، محدش يقدر يرجعه لورا.